صحيح اللي قاله مصطفى الهبه ده؟ واكتر كمان. اما هو اكتر كمان، ما قلتليش ليه يا امه؟ قلت، انت اللي ما كنتش بتسمع. لا كده الكلام راح في سكه تانيه. المخطوطات اللي في البنك. ما هو البنك ده مليان حاجات كتير قوي، مش فلوس وبس. السر كله بقى مع واحد ما فيش غيره. مفيد. هيتفضل له مطاطي راسه، عمال يبوس في الايدين والرجلين، مستني يوم السعد. يوم موت الشربيني. عشان يقعد مكانه ويكوش على الخير كله. مفتاح الخزنه معاه. الله اعلم، مش بعيد. هو ايه اللي مش بعيد؟ يا اه يا لا. الله، ما هو بالعقل كده. ما دام هو البير اللي بيرمي فيه كل سره، يبقى طبعا المفتاح معاه. عشان كده مش فارق له اي حاجه. لا الجامعه ولا رئاسه القسم ولا حتى الوزاره. قاعد قدام باب الشربيني عايز يكوش على كل حاجه. وانا اللي كنت فاكره درويش بهيئة الدنيا. انت اللي مش فاهم اخواتك كويس. جهاد يتجوز لبنى ويبقى خد البت اللي حيلتك. مفيد قاعد لسيادتك عشان يعرف اللي رايح واللي جاي. لما يموت الشربيني يبقى عبده من ناحيه ومفيد من ناحيه تانية. هتعمل ايه انت؟ مش هتقدر تعمل حاجه. هتقف لمفيد اللي هيلبس عبايه الشربيني والناس كلها هتقول له امين؟ اما انت هتبقى الغريب اللي ملوش كلمه ولا حق. مراتك عندها حق.